What's up, bladers? Welcome back to another Beyblade video. Today I have an epic battle between Rafik and Vegeta, not Beyblade Roy, Chris Cygnus, Phantom Ryan with an Abinori, and Chris Cygnus, I don't know. Let's start. There's the Mustang. Okay, I don't know if you heard the sound of it, but yeah, it's cool. If you don't know, I like cars a lot, so yeah. بحب السيارات لما بيعرفش. Okay, it's really noisy here. Not that much. كتير ازعاج. يلا خلصونا. زهقتونا نوار. Oh my god, تعادل تاي. طبعا هون مش ازعاج. No, ابدا لا مفيش نويز. No. There isn't any noise at all. No. And the neighbors aren't looking. لا الجيران ما عم بتطلع ابدا. Okay, congratulations Phantom, توصلنا انت التاني كلب. للأسف هي التي في تركت قناتها. أنا متأثر لساتها مشان تركت التشانل تبعتها. عندها 4 مليون 4 مليون سبسكرايبرز. Not left that channel. هي التي في check her channel. I will leave it at the end of this video. أنا عربي يوتيوبر. Hi, it's me, هلا. اضغطوا على ويجي لتشتركوا في قناتي. Thank you guys for watching. Don't forget to leave a like and subscribe. شكرا لمتابعتكم الفيديو. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعطوا لايك. في جارة عم تصرخ على ابنها وبتبهدله. بعرفش عم تحكي له بس انه بعرفش مين فاز بس يا سبسكرايب واعطونا لايك كبيرة ان شاء الله. اعطونا لايك كبيرة. تحملت ازعاج كريس سيجنس يقطعوا كلب مزعج. Don't forget to check هايلا تي في channel for those who don't know it. انا بحكي على الجانب عشان شوفوا هايلا انه حزنت عليها انه تركت قناتها. مش كتير محزن عليها ولا مهتم اصلا بس ما علينا. فرجينا متأثر.